بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بكون معكم في الكورس هذا اللي هو 390 هال، اللي هو ندوة في هندسة الحاسب. الكورس هذا الويت حقه ساعة، والمطلوب فيه بشكل رئيسي تقديم موضوع في هندسة الحاسب، وكذلك كتابة تقرير عن الموضوع هذا. فبشكل رئيسي في الكورس هذا راح نتعلم كيف إننا نبحث عن موضوع، وبعدين نكتب في الموضوع هذا ونقدم الموضوع هذا. هذه ثلاث مهارات رئيسية إن شاء الله راح نكون تعلمناها خلال الكورس، إننا نبحث في موضوع معين، وبعدين نكتب في الموضوع هذا ونقدم الموضوع، بالإضافة إلى بعض المهارات الثانوية. الموضوع اللي راح نختاره زي ما قلنا راح يكون متعلق بهندسة الحاسب. وش المواضيع اللي تتصورون لها علاقة بهندسة الحاسب؟ ممكن الشبكات يا دكتور. أنت هذا واحد من المواضيع. لو تكتبون أسماءكم يا شباب بالعربي، ما يحتاج تكتب الرقم الجامعي، اكتب بس الاسم الأول واسم العائلة بالعربي، هذا المهم. طيب، ممتاز. طيب، فزي ما قال زميلكم عمر، من ضمن المواضيع اللي شبكات الحاسب. شبكات الحاسب، كيف انه يكون عندي اكثر من نود مربوطين ببعض عن طريق قناة اتصال، وبعدين كيف اني اقدر اسوي شير للانفورميشن او الريسورسز او الخدمة عن طريق القنوات هذه. ممكن الشبكات تكون local area networks، ممكن تكون wide area networks زي الانترنت. طيب، وش المواضيع اللي تتعلق بالشبكات اللي ممكن الواحد انه يهتم فيها ويبحث فيها ويقدم موضوع عنها؟ ممكن الامن يا دكتور، السكيورتي. والسكيورتي، احسنت، السكيورتي حق الشبكات. هذا جزء. طيب، وش الموضوع الثاني ممكن الواحد يقدمه في الشبكات يكون مهتم فيه مثلا ويبحث فيه؟ الفيرتشواليزيشن، اللي هي في ام وير وطقتها بي ام وير. وش تقصد اختصار ليش بي ام وير؟ اللي هي شو اسمه الافتراضيه، اللي هي السيرفرات الافتراضيه. في ام، توقعت انك تقول بي ام. اي، فيرتشوال ماشين. اوكي، هذا برضو جزء. طيب، وممكن نقول من فوائد الفيرتشوال ماشين انه تقدر تنزل فيها اكثر من اوبريتنج سيستم، تكون اوبريتنج سيستم اندبندنت، بحيث انه لو تغير الفيرجن حقت الاوبريتنج سيستم او غيره ما احتاج اني يعني اقدر اغير ال احط فيه اكثر من فيرجن بالاوبريتنج سيستم سيرفر واحد. طيب، طيب، وش غير
الفيرتشوال ماشين والسيكوريتي بالنسبه للشبكات. الكلاود دكتور بعد ولا ما تدخل؟ احسنت برضو الكلاود. ممكن الواحد يشوف السيكوريتي حقت الكلاود، هذه واحده من ضمن المشاكل اللي تتعلق بالكلاود. وفي اشياء لها علاقه بالكلاود برضو تهمنا احنا ككمبيوتر انجينيرز، اللي الانترنت اوف ثينجز، ان يكون عندي كلاود ويكون عندي مكان ابغى احط فيه سنسورز او احط فيه كاميرا او احط فيه حاجه اسوي لها كنترول مثلا، وبعدين اتصل فيه عن طريق الجوال عن طريق كلاود، وسيط بيني وما بين الثينج هذا. واحدة من أمثلتها المعتادة مثلا اللي هو ممكن يكون عندي كاميرا في البيت ويكون عندي تطبيق في الجوال بحيث أني أقدر أشوف اللي الكاميرا اللي عند البيت، لكن ما أقدر أتصل مع الكاميرا مباشرة عن طريق وسيط اللي هو الكلاود. الكاميرا قاعدة ترسل الصور إلى الكلاود وبعدين أقدر أخذ الصور من الكلاود. ممكن أحط سيكوريتي في البيت بحيث أنه لو أحد مر ولا صار في أي سنسينج معينة أنا أبغاها، السنسور هذا يرسل للكلاود وبعدين يعطيني تنبيه في الأبليكيشن حقي. ممكن يكون الكلاود حق التراكينج سيستمز، مثلا يكون عندي في السيارة تراكينج جي بي اس وموجود فيه اتصال في الانترنت، ويرسل لي في كل لحظة موقعي، وأنا عن طريق أبليكيشن معين في الجوال أقدر أعرف وين مكان السيارة. طبعاً التراكينج سيستم ما يرسل لي على طول للجوال، لا يرسل إلى سيرفر اللي هو الكلاود سيستم، وأنا يكون عندي يوزر نيم وباسورد على الكلاود، فأكون أنا لوجن في الكلاود هذا وأقدر أعرف مكان السيارة مثلاً. ممكن يكون عندي تحكم في البيت مثلاً، التحكم في الأنوار أو في المكيفات، يكون عندي سيستم بسيط ديفايس بحيث أنه يستقبل مني أوامر عن طريق الكلاود وعلى أساسها ينفذ الأمر، أما يطفي حاجة أو يشغلها. فواحدة من ضمن التطبيقات الكلاود اللي تهمني ككمبيوتر إنجينير أنه الإنترنت أوف ثينجز. طيب، فقلنا النتورك فيها السكيورتي وفيها الكلاود مثلا، وش في بعد في النتوركس؟ السيرفرز، الكلاينت والسيرفرز، هذه كأنها كلمة عامة يعني. فمثلا لو أشوف أنا في الانترنت اوف ثينجز، التطبيقات اللي قلناها قبل شوي مثلا انه خلينا نقول التراكينج مثلا، ابلغ انه في الكلاود هذا عباره عن سيرفر اللي في الكلاود يشبك فيه الديفايس حق التراكينج سيستم الجي بي اس، وفي كل مره يعطيه ايش اللوكيشن. في نفس الوقت الكلاود اللي هو السيرفر هذا انا اشبك فيه في التطبيق حقي واخذ المعلومات اللي ارسلها التراكينج ديفايس. فكلمه سيرفر زي ما تقول كانك تقول كمبيوتر، لكنه وظيفته أن يقدم خدمات. طيب، والمقابل له كلمة كلاينت اللي يستفيد من الخدمة، زي تطبيقات الجوال مثلا تتصل بالسيرفر وتأخذ منه زي ما تتصل بالسيرفر حق أبشر مثلا أو غيره. طيب، وش فيه في يا شباب اللي ما كتبوا اسمهم بالعربي يكتب اسمك الأول واسم العائلة بالعربي. طيب، وش في تطبيقات ثانية أو مواضيع ثانية ممكن الواحد يبحث فيها في النتوركس أو تهمه مثلا؟ طيب، لو جينا للسيكوريتي اللي في النتوركس، وش مواضيع السيكوريتي اللي أو المواضيع اللي لها ريليت في السكيورتي؟ السايبر سكيورتي مثلا. السايبر سكيورتي هذا برضه يعني مجال عام وكبير جدا. وش المقصود فيه؟
إذا قلت سايبر سيكوريتي الأمن السبراني اللي متعلق بأمن المعلومات. هو في أمن معلومات، لكن إذا قلت سيكوريتي أمن عموما، لو أقول سيكوريتي فكان يقول أمن كلمة عامة جدا، ممكن يكون الأمن السيكوريتي حق الجامعة مثلا اللي ينظم السيارات والدخول والخروج. إذا قلت سايبر سيكوريتي أقصد فيها السيكوريتي اللي متعلق في الإنترنت، سواء كانت الموبايلات اللي تشبك في الإنترنت أو الديسكتوبس أو أي شيء له علاقة بالإنترنت ويهمني في أمن الإنترنت أسميه سايبر سيكوريتي. مثلا لو جيت لما الشاتينج أبليكيشن زي الواتساب مثلا يتصل بالسيرفر ويودي الرسائل وياخذ الرسائل حقتك عن طريق كلاود سيستم، عبارة عن سيرفر موجود في الإنترنت، فله علاقة مباشرة بالسايبر سيكوريتي. طيب ممكن يكون عندي سيكوريتي ثاني ما له علاقة بالسايبر، زي ما مثلا أجيب جهازين اتصال راديو مثلا حقة الشرطة مثلا وتتصل مع بعض وأسوي لها سيكوريتي، أسوي لها تشفير وكذا، لكن ما له علاقة ولا تدخل في الإنترنت، ففي الحالة هذه ما سميها سايبر سيكوريتي. طيب فالسايبر سيكوريتي جزء كبير جدا من السيكوريتي اللي يهتمون فيه الناس، نظرا لأنه كل شيء الآن داخل في الإنترنت، فأغلب السيكوريتي الآن يعني أغلبها داخل فيها السايبر. طيب أنا في السيكوريتي حقتي وش المطلوب، يعني وش أسعى إليه لما أقول أن أبغى أن السيستم هذا يكون سيكيور، بالتالي وش المتطلبات عادة اللي الناس يبغونها عشان أقول أن هذا السيستم سيكيور؟ دكتور لازم يكون النظام الأمن مشفر. أحسنت، يعني ما حد يقدر يتصنت على المعلومات حقتي أو المكالمات أو الترانزاكشنز مثلا، إذا كنت أنا أرسل مثلا حاجات للبنك أو استقبل حاجات من البنك، فواحدة من الأشياء المهمة جدا أن تكون الاتصال بيني وبين الطرف الآخر لا يمكن التصنت عليها، لا يمكن معرفتها. طيب والطريقة الوحيدة اللي أسوي فيها هذا الشيء هذا أني أشفر البيانات هذه، فالهدف أن يكون عندي حفظ للمعلومات ما يتصنت عليها أحد، الطريقة أني أسوي لها تشفير. هذه واحدة من الأشياء المهمة جدا في السيكوريتي، أن الناس لها خصوصياتها ما تبغى أحد يطلع عليها، والدول لها الأشياء الأمنية سواء كانت أشياء عسكرية ولا سياسية ميليتريز، تكون الدرجة حقتها سيكوريتي أعلى من البرايفسي. فهذه الحل الوحيد أني أحققها أني أستخدم التشفير والكريبتوغرافي. طيب وش الأشياء اللي برضو تهمني بالأمن؟ وضع الصلاحيات. أحسنت، يكون عندي صلاحيات بحيث أنه ما حد يقدر يعدل في حاجات في السيستم إلا يكون له مخول بالصلاحية المطلوبة، فهذه واحدة من الأشياء اللي مهمة جدا في السيكوريتي. مثلا ممكن الدخول إلى الزوم الآن في الغرفة، عندي خيار أني أخلي يكون عندي كلمة سر، ممكن الناس يعرفون الآي دي، الآي دي في الغالب ثابت ما يتغير، ممكن في كل وقت تغير كلمة السر مع كل أسبوع مثلا وأعطيكم كلمة السر الجديدة. في بعض الأشياء هذا في بعض الاتصالات اللي مهمة، ما حد يعني الاجتماعات اللي ما حد يبغى يكون فيها أسرار وكذا، فالمطلوب هنا أن يكون عندي صلاحية أنك للدخول إلى النظام. كيف أحقق الصلاحية؟ أني أستخدم زي الباسورد، واحدة من الطرق اللي هي الباسورد. إن جنرال عشان أسوي الصلاحيات لازم أسوي حاجة أسميها authentication، أني أتحقق من الشخص. فعندنا شيء رئيسي قاله زميلكم اللي هو التشفير الانكريبشن،
الشيء الثاني المهم اللي هو الاوثنتيكيشن، التحقق من الشخص او التحقق من النود اللي يبغى يدخل، سواء كان التحقق هذا عن طريق باسورد ولا عن طريق كي معين يعطى له. بالكي هذا ممكن اتاكد فعلا انه الشخص، اذا تاكدت انه الشخص بيكون عندي لسته من الصلاحيات اللي ممكن يسويها الشخص هذا. طيب فعندنا الاوثنتيكيشن هذه شيء رئيسي، مثلا في البنك اذا واحد يبغى يدخل ويحول مبلغ من حسابه الى حساب ثاني لازم يكون عنده الصلاحيه. طيب كيف اني اطبق الصلاحيه هذه؟ لازم اتحقق ان هذا اول شيء هو الشخص المعني. طيب فممكن يكون حساب البنك فردي فيكون له كل الصلاحيات، او يكون حساب البنك لشركه ويكون كل موظف له صلاحيه معينه، ممكن فقط يطلع على الحساب معين وعلى اساسه يسوي عمليه معينه، او ممكن انه يحول مبالغ الى العملاء. طيب باقي شيء ثالث مهم في الكريبتوغرافي. طيب ناخذ بريك 10 دقائق عشان نصلي وبعدين نرجع نكمل بعد البريك. الان الساعه 3:15، الساعه 3:30 ان شاء الله نكمل ان شاء الله. صحيح دكتور. طيب جيد ممتاز. طيب زي ما قلنا من الأشياء الرئيسية اللي بعد ما نخلص الكورس هذا نكون استفدناها اللي هو البحث، أن يكون عندي موضوع معين وبأبحث في الموضوع هذا واستفيد معلومات أضيف إلى معلوماتي. هذا شيء رئيسي جدا يحتاجه الواحد، سواء كان في الكورسات في الدراسة ولا كان برا الدراسة. أحيانا ممكن يسمع كلمة معينة فروح يبحث فيها، يلقاها في الويكيبيديا مثلا ولا يلقاها في مواقع متخصصة. ممكن يسمع مثلا حكم معين شرعي ويروح يبحث فيه هل هو جائز ولا لا، ولا حديث معين مثلا يبحث فيه هل هو صحيح ولا لا. ممكن يسمع مثلا تيرم معين جديد عليه ويروح يدخل ويشوف وش المقصود فيه مثلا. فالمهارات حقت البحث هذه مهمة جدا يحتاجها الواحد في حياته اليومية، وكل ما بحث في موضوع جديد يزداد معلومات ويزداد خبرة في الموضوع. عادة البحث يعني عن شيء الواحد في الغالب دائما أما ما يعرفه كله ولا يعرف جزء بسيط منه يبغى يتعرف على أشياء أكثر في الموضوع هذا. فدائما البحث يبغى مجهود شوي ويبغى شوية صبر، يبغى شوية قراية. في الغالب أول ما يبحث الواحد في الغالب يصطدم بأشياء كثير ما يعرفها، بس مع الوقت ويقرأ مرة ثانية ويبحث في مصدر ثاني. أحيانا بعض المصادر تكون أصعب من بعضها في عرض المعلومة، فيحتاج شوية صبر، ومع الوقت يلقى لأن واحد البحث عنده صار أسهل مع الوقت. طيب فالشيء الأولي أن الواحد يبحث في الموضوع في عدة مصادر ويقرأ فيه، وبعدين ممكن يكتب في الموضوع هذا بناء على الأشياء اللي بحث فيها. بالنسبة للكورس هذا في نهايته أكون أنا كتبت ريبورت يتعلق في الموضوع اللي بحثت فيه، والريبورت هذا يكون مرتب بشكل معين بشكل فورمات يعني تيبيكال بالنسبة للبحث العلمي، أن يكون فيه العنوان، يكون فيه الخلاصة البحث في البداية، يكون فيه مقدمة، وبعدين يكون فيه عناصر البحث، وفي الأخير استنتاج، وبعدين ممكن تكتب المراجع اللي أنت رجعت لها. من ضمن الأشياء المهمة اللي هي طريقة عرض الموضوع اللي أنا بحثت فيه اللي هي الأورال برزنتيشن،
طبعا بعض الناس عندهم مهارة أكثر من بعض في طريقة عرض الأفكار أو المعلومات، لكن كل واحد لابد أن يكون عنده ليفل معين يساعده في حياته على حسب الـ إذا ننظر لها مثلا في حياة الناس، في الغالب يجلس الواحد في مجلس ويتكلم عن موضوع معين. بعض الناس عندهم موهبة أكثر من بعض، من ضمن الأسباب الموهبة هذه أن يكون عنده احتكاك أكثر بالناس، فالموهبة دي قابلة للتطوير، وجزء منها يكون غريزي. يعني عادة البرزنتيشنز مهمة في حياة الشخص اليومية، وكذلك مهمة في حياته العملية الوظيفية. إذا جينا للوظيفة بيطلع يحتاج أن يتقابل مع جمهور ويقدم لهم حاجات معينة، سواء كانت الحاجات هذه typical presentation عرض الأفكار معينة أو معلومات معينة، مثلا يكون في سلايدز وأقدمها، أو ممكن يكون العرض هذا سريع دقيقة أو دقيقتين يكون فيه الفكرة مثلا، ويكون فيه بعض التوجيهات. فعادة يبدأ بمقدمة بسيطة، بعدين عرض الفكرة، وبعدين خاتمة. زي ما قلنا أنه مهم في أي وظيفة، بعض الوظائف الخطاب والتقديم فيها أهم من بعض، زي إذا جينا وظيفة الرئيس مثلا، مهم جدا في الرئيس والقائد أن يكون قادر على الخطابة ويؤثر على قلوب الجماهير ويقنعهم ويوضح لهم الأفكار بطريقة يعني واضحة. إذا نزلنا أقل نجد أنه أهمية الخطاب أو أهمية أن الشخص يكون موهوب في الخطابة تقل. فالناس اللي ماخذين مثلا وظائف قيادية مهم جدا أنه ما بين كل فترة وفترة أنه يقدم كلمة معينة، ولا يشرح موضوع معين، ولا يناقش الموظفين بحاجة مثلا معينة. فالتقديم عموما مهارة يحتاجها أي شخص، سواء كانت في حياته العامة مثلا أو كانت في حياته الوظيفية. طيب راح نأخذ بعض المهارات البسيطة في التقديم في الكورس هذا، وبنتعرض بشكل سريع للإثكس اللي تتعلق في الكمبيوتر إنجينيرينج. الكورس هذا زي ما قلنا الويت حقه ساعة واحدة، راح يكون بشكل رئيسي على البرزنتيشن وكتابة الريبورت حق الموضوع، وبعدين في إيفاليويشن وأسايمنت. كل طالب مطلوب منه أنه يسوي إيفاليويشن لزميله لما يقدم عن طريق باراميترز معينة راح نتكلم عنها قبل ما تبدأ البرزنتيشن إن شاء الله. طيب البحث، خلنا لو ننزل هنا مثلا بعدين نرجع للصفحة اللي قبلها. أنا كم الساعة الحين؟ طيب كيف أنا أبحث في موضوع معين؟ أرجع للأشياء اللي الناس كتبوها قبلي عن طريق خبرات قديمة وتجارب وأفكار وكذا، ألقاها موجودة أما في الكتب، سواء كانت الكتب المطبوعة أو الكتب الموجودة في الإلكترونيك بوكس مثلا زي البي دي فايلز مثلا، أو ممكن ألقاها منشورة في مقالات في مجلات، أو تكون موجودة في مجلات علمية متخصصة سميها جورنال بيبرز، أو تكون موجودة في مؤتمرات أسميها كونفرنس بيبرز أو كونفرنس بروسيدينجز. طيب فهذه في الغالب اللي لما أبحث في موضوع علمي معين أرجع لها. في مصادر ما تكون موثقة علميا، ممكن يعني الواحد يلقى مواضيع مكتوبة في جريدة مثلا، ولا مواضيع مكتوبة في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، أو يلقى مواضيع موجودة في المنتديات مثلا، مواقع التواصل الاجتماعي مثلا زي تويتر مثلا، يلقى في بعض الناس مختصين ويكتب معلومات معينة وكذا، هذه ما تناسب أني أخذها كمرجع لي، تبقى آراء شخصية إلا إذا أنا صار لها مستند أنه الكاتب حقها رجع إلى
ريفرنسز معينة، فأقدر أرجع لنفس الريفرنسز هذه وأخذ منها المواضيع بشكل أصلي. طيب فلو بدينا من تحت هنا الكونفرنس بروسيدينجز، زي ما قلنا يكون عندي مؤتمر مثلا، مؤتمر عن كوفيد 19 مثلا، فيجي كل واحد من الباحثين المختصين مثلا، في الغالب يكون شيء طبي، ويبحث في موضوع الكوفيد مثلا، ويرجع لمراجع أصيلة، وبعدين يكتب استنتاجات معينة ويكتبها كلها في أوراق علمية، طيب أسميها بيبرز. طيب لها طريقة زي ما قلنا طريقة تبكة، لأني أحط عنوان البيبر والأبستراكت حقه اللي هو الملخص أو الخلاصة، وأحط مقدمة، وأشوف الناس اللي اشتغلوا قبلي، أحط سيرفي على الناس اللي اشتغلوا وش الأشياء اللي توصلوا لها. فهذه اللي هي أسميها conference papers. طيب في الغالب ما تكون مطولة كثير، 4-3 أوراق إلى 5 أوراق، ومن ضمن الأشياء اللي ممكن أرجع لها لكنها تكون أقل مصداقية للمجازينز، زي مثلا بي سي ماجازين أو غيرها، يكون فيها تتطرق إلى مواضيع معينة وتكتب فيها مقالات. طيب اللي أكثر مصداقية من الكونفرنسز والماجازينز اللي هي الجورنال بيبرز. عادة كل موضوع أو كل فيلد معين، سواء كان فيلد طبي ولا هندسي ولا في الإدارة ولا في علوم الشريعة مثلا، دائما يكون لعدد من الجورنالز اللي هي المجلات المتخصصة في الموضوع هذا. وعادة المجلات المتخصصة كثيرة جدا، بعضها يكون مصداقيته أكثر من بعض، معروف أنه إيش ينشر في مواضيع يعني دقيقة جدا، وتكون متعوب عليها مثلا. وفي جورنال بيبرز تكون أو جورنالز تكون أقل من كذا. فاللي يعرفون في أو مختصين في الفيلد هذا يعرفون وش الجورنالز اللي تكون قوية جدا. قبل ما الواحد يكتب أو يعني ينشر أي موضوع لازم يقدمه للمحررين حقين الجورنال، وبعدين في كذا واحد مختص من الجامعات يقرون البيبرز حقته الموضوع، وبعدين على أساس يقررون هل هو مقبول ولا لا. إذا وافق على الموضوع بالأغلبية الموضوع يقبل، وبعدين يحرر بشكل نهائي بحيث أن يكون متناسق مع الجورنال وينشر في الجورنال. فهذه تسمى مجلات محكمة. وبعدين عندنا اللي هو الكتب. الكتب في الغالب تكون مجموع من الكونفرنسز والجورنال بيبرز والكتب القديمة منقول منها. هذه الريفرنس اللي ممكن أكون منها كتاب جديد. طيب باقي عندنا يمكن 2 سلايدز نخلصها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. طيب أحد عنده سؤال يا شباب؟ طيب دكتور، يعني المادة توزيع درجاتها ما في اختبارات صحيح؟ لا ما في اختبارات فيها بشكل رئيسي. اختيار الموضوع وتقديمه وبعدين كتابة الريبورت عنه، هذا اللي حدد الدرجة بشكل. يكون مجموعات ولا كيف؟ لا كل واحد يكون مجموعات ولا طلاب؟ لا الكورس هذا من ضمن المتطلبات فيه انه يكون بالحاله، كل واحد يختار موضوع بالحاله وبعدين يعطيني عنوان الموضوع واقول له اوكي امشي فيه. المحاضرة القادمة إن شاء الله راح أعطيكم تفاصيل أكثر عن كيف نختار الموضوع وكيف نبحث فيه، بحيث أن نبدأ من الأسبوع القادم إن شاء الله نشتغل في البحث. البحث هو الجزء شوي اللي متعب في البداية، زي ما قلنا يبغى له صبر شوي، لأن الواحد بيصطدم بحاجات جديدة عليه، يمكن يحتاج يقرأ زيادة أو يمكن يحتاج أنه يغير الموضوع إلى موضوع ثاني. فحنا ما نبغى ناخذ موضوع مواضيع يعني تكون عميقة جدا، ولا نبغى ناخذها سطحية جدا. الأسبوع القادم إن شاء الله راح يكون فيه شرح كيف نختار الموضوع، وش المواضيع المقبولة وش المواضيع اللي غير مقبولة، وكيف نرجع للديجيتال لايبراري ونشوف المراجع حقت المواضيع.
طيب واضح يا أحمد؟ واضح.